هفكركم ببداية الحكاية. بداية الحكاية علامات استفهام كبيرة جدا صاحبة خبر قدوم مارسيل مارتن كولر لقيادة الأهلي فنيا، وصاحبها أيضا في نفس التوقيت حالات من حالات الهجوم والرفض لفكرة ابتعاده عن التدريب لفترة من الفترات. ولكن بعد أن تم الرد عمليا، وأعتقد أنه كولر قدم النهاردة لكل عشاق النادي الأهلي أوراق اعتماده بشكل عملي، جه الوقت ان احنا نتكلم على مشوار مارسيل كولر كلاعب وكمدير فني، في خطوات ناجحه كونت شخصيته، كونت فكره، والحقيقه انه ما لم يفعله الاعلام التقليدي فعلته السوشيال ميديا. بيشرفنا النهارده شادي حبشي، وصانع محتوى رقمي او صانع محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، قام بعمل الحقيقه بحث رائع عن مشوار مارسيل كولر، بداياته وتكوينه ومشواره وخبراته، نشأته، بطولاته اللي حققها سواء كان كلاعب او كمدير فني، وصولا طبعا لمرحلته اللي بعتقد انها مرحله هو شخصيا بيعتز جدا بيها مع النادي الاهلي. ونتمنى، والمصطلح اللي احنا كنا دايما نسمعه، ان يكون السيزون ده هو بدايه مشروع مارسيل كولر مع النادي الاهلي في المواسم القادمه. شادي حبشي هو ضيفي في السادسة. بداية ارحب بيه. مساء الخير يا شادي، واهلا وسهلا. مساء الخير، ازيك، ايه الاخبار؟ انا مبسوط جدا مع حضرتك، يعني تنور الدنيا. واهلا وسهلا بيك. وخليني الاول اقدم شادي كمان للناس. انت بتشتغل يعني مينلي في الكوره ولا بتشتغل في كل المجالات؟ لا، واحنا اصلا عندنا فاميلي بزنس، العيله يعني، مع من زمان، من 3 سنين ونص كده. هاوي للكوره، بحب الكوره، بحب تاريخ الكوره، ففكرت ان انا اعمل حاجه للشغف بتاعي. ايوه، قلت اعمل قناه يوتيوب اوثق فيها تاريخ الكوره بشكل كويس. كنت بادئ في الاول اكتر بشتغل على حاجات قديمه قوي، على حاجات عالميه. ايوه، بدا الموضوع يتطور معايا، وبدات اشوف تعليقات الناس ايجابيه قوي. في البدايه كانت الناس عماله تقول لي يا ابني تاريخ الكوره ما حدش بيبص عليه، خليك في الصفقات، في الترندات. ايوه، خش خبط في فلان. انت قررت تاخد تراك مختلف، تراك عن يعني عن على اغلب المنصات السوشيال ميديا اللي ليها علاقه بالكوره بتشتغل بيها. هو انا البدايه مثلا كان يعني انا بحب الكوره وقاري بقرا كتير قوي في الكوره من زمان يعني. كانت البدايه مثلا بالنسبه لي حاجه مثلا، كان دايما تطلع اشاعه كده يقول لك او كلام، ده باولو روسي طلعوه من السجن راح لعب كاس عالم 82. طبعا ده اي كلام اساسا، يعني مش قصه حقيقيه كده. انت قررت تانفستيجيت ده، تحقق في القصه دي. فبخش إيه القصه والحكايه؟ بجيب في 90 باولو روسي كان 82 تهيألي، هو كان هداف كاس العالم 82. بس هو ما كانش في السجن ولا حاجه. هو كان موقوف في قضيه منشطات واخد سجن مع ايقاف التنفيذ، بس هو ما كانش في السجن. بس هي اشاعه وفضلت عايشه سنين. لحد دلوقتي الناس تقول لك باولو روسي طلع من السجن خد هداف كاس العالم. في خبر تاني سمعناه لو تفتكر، يعني انا طبعا عارف انك ما شفتش كاس العالم يمكن 90 يعني. لا انا ما قلتش 86. في مصر كان في لعيب اسمه سكيلاتشي، توتو سكيلاتشي، كان بيقولوا برضو ان هو كان بعيد تماما عن كره القدم، وكان عجلاتي، ومره واحده استدعوه. هو توتو سكيلاتشي ده كان يعني كان منحرف شويه في سلوكه. بس يعني القصه دي محتاجه اتاكد منها، بس يعني ترجع لنا بيها. ايوه، بالخبر اليقين. ليه اخترت مارسيل كولر يا شادي؟ هو ارجع سنه كده فلاش باك ورا. يلا. هو طبعا نهايه السنه اللي فاتت كانت يعني سيئه لينا جدا يعني. خساره الدوري والكاس، دوري سنتين ورا بعض بتخسره، ده مش حلو. بعد ما خسرنا الدوري والكاس كده جات لي فتره كنت متضايق يعني، قفلت بقى السوشيال ميديا كلها، كنت بعمل فيديوهات وكل حاجه بس يعني قافل الفيسبوك بقى والحاجات دي. الاسماء بقى اللي عماله تطرح، كيروش، فايلر، ده هيرجعه موسيماني، يعني فتره كده صعبه مش لذيذه يعني.
فطبعا اسم كولر لما اطرح انا فاكر كولر اصلا وانا طفل صغير كده في يورو 96 كان في لعيب اسمه كولر انا فاكره. انت فاكره يعني فاكره كلاعب بس يعني منتخب سويسرا مش مصنف اصلا وكان عندهم النجم بتاعه ما كانش كولر اصلا بس فاكر الاسم يعني. فاصحابي اللي بيتابعوا الدوري الالماني واحد قال لي بص الراجل ده مدرب كويس بس شخصيته ضعيفه مش هينجح معانا والجيل ده ومحتاج حد يشد عليه. حد مصري قال لك كده؟ انا عامه ما باخد يعني ما باخدش قوي بالكلام ده يعني خلينا نشوف هيعمل ايه. ايوه فالبدايه لما بتكون يعني الموسم اللي فات كان وحش اول ماتش اللي هو ضد الزمالك في السوبر ففرحت قوي يعني يعني احنا محبطين فلا عملنا اداء كويس وبتاع وبدا بقيت احس الراجل في انضباط في الملعب كده وفي روح مختلفه واللياقه كويسه وبتاع. الموضوع مشي كويس شويه بعدين حصل بقى دروب في النص بعد كاس العالم بعد كاس عالم الانديه هزيمه سان داونز دي بسمع حاجات غريبه بقى ده ما عندوش فكره قلنا لكم عايزين حد عنده خبرات افريقيه كان مثلا موضوع خبرات افريقيه ده يعني يعني أي. يعني ما الاهلي ياما جاب مدربين اجانب من يعني هو دي مثلا ديتريتش فايتس ولا الناس دي ما هو اوروبيين يعني ايوه ديتريتش الان هاريس الان هاريس هولمان كل هولمان الناس دي يعني جوزيه مانو جوزيه طبعا يعني وكده كده مانو جوزيه مارتينيول مارتينيول بس يعني انا قصدي يعني حتى انا اقدم من كده شويه ايوه بس الموضوع مشي لحد بقى ايه الكرة قطر الطاهر يعني كنت قاعد بتفرج كده قلت يا رب الكرة دي لو ضاعت انا نفسي اعمل حاجه عن الراجل ده ادور وراه انا مش عارف عنه كتير عارف حاجات بسيطه يعني مشي الموضوع وبعدين لقيت نفسي بفتح بخش على الانترنت انا يعني طبعا انت ابتديت في الشغل ده مش بعد تتويج الاهلي بافريقيا انا بعد قبل ماتش الهلال السوداني بدات انكش خش انا باخد وقت شويه لان طبعا الموضوع انا البحث كله بعمله لوحدي طبعا الموضوع بياخد وقت يعني فمش عارف الاقي حاجه يعني ما فيش حاجه ممسوكه يعني كلها عناوين كده اللي هو مثلا كان مدير فني هنا كان مدير فني طب يا جماعه انا عايز تفاصيل. اكون عايز اكون عنه وجهه نظر يعني فلحد ما يعني قعدت ادور كتير واستخدم الالماني وبتاع هوب لقيت لي كتابين ظهروا قدامي دول الكتابين اللي معاك دلوقتي النهارده ده وده ده وده اهو دول كتابين عن مارسيل كولر بالالماني فدخلت قلبت الانترنت على اي بلاتفورم بيبيع اونلاين ولا نسخه اونلاين انت بتتكلم الماني خالص مين اللي ساعدك في الترجمه ترجمه ذاتيه يعني كنت بستخدم ابلكيشنز واستخدم جوجل ترانسليت وبتاع أوكي. افك شفره أيه. واخد الكلمات اخش اسيرش بيها اعرف فلما بدات يعني اقول لك بس انا جبت الكتابين ازاي الاول مفيش ولا نسخه كتبت بوست على الفيسبوك يا جماعه حد جاي من المانيا لقيت نسختين مستعملين عند واحد عايش في شتوتجارت واحد عايش في ضواحي شتوتجارت الوقت بيعدي والاهلي خلاص احنا داخلين على فاينل افريقيا اتاكدت من مصادر المعلومات اللي في الكتب دي ازاي ما هقول لك انا في الاول يعني جبت كتاب الكتب دول دخلت عملت سيرش عليهم يعني مش واضح قوي بس واضح ان الكتب دي معتمدة مش حاجة يعني مضروبة أنا برضو بعرف شوية من الكتاب كده فالمهم لقيت مش عارف لقي حد في ألمانيا خالص مهم يعني وصلت لواحد صاحبي عايش في ألمانيا بالمناسبة هو زملكاوي عايش في شتوتجارت يا سيف أنا محتاج الكتاب ده يجي لي في خلال 3 أيام مهم قاعد يخش كده هوب هوب قال أنا اشتريتهم وجوز أختي جاي دلوقتي هيركب الطيارة كمان ساعة اشحن على مصر يعني تقريبا هو رمى الكتب في الطياره يعني تقريبا يعني أي. فالمهم طبعا ايه انا جات لي الكتب قبل ما نلعب ماتش اصلا الذهاب بتاع الوداد بكام يوم كده طبعا جات لي الكتب اكتشفت المصيبه يعني كتب كبيره فيها طبعا انا في الالماني انا ما اعرفش الماني خالص الماني مترجم مستر كولر ما انا هقول لك ما انا بدات شويه في كتاب منهم بعدين حسيت ان انا لايس شويه قلت لا طب انا محتاج حد بس يقول لي اي حاجه صديقي المهندس محمد فوزي يعرف حد قريب دكتور خالد الجوادي فبعت له فانا اصلا فوجئت برد الفعل ان هو بعت لي فورورد مسج ان مستر كولر هو اللي مجاوب بالنيابه عنه يعني انت بعت او حاولت التواصل مع دكتور خالد فدكتور خالد الرد جاي لك فورورد مسج اوكي عمل لك فورورد لمسج بعتها مستر مارسيل كولر يقول فيها ايه بقى الكتاب ده اللي انا ماسكه ده هو اسمه فن صانع الانتصار فن صانع الانتصار مستر كولر مشارك في كتابه الكتاب ده مع صحفي نمساوي تمام وهو يعني في زي ما مارسيل كولر بيحكي وبقى نوستالجيا مع الكاتب بيعمل شويه ريسيرش بس على الخفيف تمام
الكتاب الثاني ده اسمه مارسيل كولر فريقه نجاحه طريقه. تمام. كلاعب الكتابين بيتكلموا عليه كلاعب وكمدير فني. ده بيتكلم اللي مستر كولر كابه ده من اول ما اتولد. من اول ما اتولد. من اول ما اتولد يعني حرفيا. بس. مش كوره بس. ده مركز اكتر لان ده صحفي نمساوي. اوكي. على فترته مع منتخب النمسا. النمسا طبعا عمل انجاز رهيب يعني. كبير. فمستر كولر انا اتفاجئت بالرد. قال لي الكتاب ده انا اللي كاتبه مع الكاتب. الصوره دي ليه وهو مدير فني لمنتخب النمسا. دي الصوره دي تيشرت مكتوب عليها فرانس وي ار كومينج. فرنسا نحن قادمون. قادمون. لان هو كان صعد وخلاص يورو 2016 في فرنسا. منتخب النمسا في الوقت ده كان وصل لتصنيف رقم 10 على مستوى العالم. هو استلمه ب 77 ووصلوا للعاشر. العاشر. تمام. فقال لي ان الكتاب اللي انا كاتبه ده لا تمام. الكتاب ده طبعا انا بقول اللي هو قاله لي يعني. أي. ان في صحفي نمساوي زي كان عايز يطلع منه بمصلحه يعني. فمستر كولر ما كانش موافق على كل اللي مكتوب فيه. اوكي. بس الحقيقه انا فوجئت ان الكتاب اصلا فيه كميه داتا مرعبه. ايوه. طيب خدتش الحاجات. تعال نقرب للناس الزوايا الخاصه بتركيبه كولر مشواره. نبتدي معاه الاول كلاعب يعني طبعًا. وانا طيب. يمكن شفت شويه معلومات كده من طبعا يعني ان هو جه مصر هنا قبل كده مع منتخب 89 سويسرا لعب في استاد القاهره اللي راح يلعب فيه كسبونه ولعب 90 دقيقه لعب 90 دقيقه مع منتخب. واعتقد كمان انه اثناء فترته في سويسرا اتكونت فكره شخصيه فكره المدرب اللي بيمسك فريق مطالب دايما باحراز البطولات مش قصه كوره بس لازم الشخصيه يبقى عندها نهم او الرغبه دايما في انه تحقق بطوله. في مدربين مش هقول اسماء بس في مدربين فنيين لما يجي مثلا يقول لك ايه انا جبت دوري ابطال افريقيا وايه يعني ان الدوري ضاع. فاهم قصدي يعني فاهم طبعا. فاعتقد انه تعوده على تحقيق الألقاب وهو لاعب كرة برضو ساهم بشكل كبير في أنه تركيبته أو شخصيته أو فكره كمدير فني يبقى عنده دايماً الرغبة في أنه يحقق الألقاب. بص أنا هقول لك حاجة. أنا لما جيت دخلت في شخصية كولر بقى أنا عشت معاه تقريباً شهر يومياً يعني. هو التنشئة بتاعته في بيت أصلاً ملتزم متواضع شوية بس هو يعني مهاراته الاجتماعية كويسة. هو كان مولود في منطقة إسكان تعاوني في 40% مهاجرين بيتعامل بقى مع جنسيات مختلفة وكده. دخل من صغره في نادي جراس هوبرز ده أكبر نادي في سويسرا. أيوه. فهو من سن 17 لسن 22 دربوا 4 مدربين ألمان. ألمان بقى مفيش يعني. النمسا يبقى ألمانيا. يعني النمسا وسويسرا وألمانيا تحسهم قريبين شوية. أيوه. فاتعلم تحس السيستم الألماني قوي يعني. أول مدرب أثر فيه ده كان 82-83 ده مدرب اسمه هينس فيسفيلر. المدرب ده هو اتأثر بيه جدا رغم إن دربه سنة واحدة. أيوه. والراجل آخر السنة دي توفى. خلاص ده كان اول مدرب يبتدي يلعبه بشكل بقى هجومي وكده ويديله مهام هجوميه. جه بعد كده مدرب نمساوي اسمه كورتيارا ده نجم كبير قوي في النمسا. بس هرجع له بعد كده. في بقى اللي هو برضو مدرب كويس الماني اوتمر هيتسفيلد ده كان طبعا ده واحد ده ايقونه من ايقونات التدريب في العالم كله مش بس في المانيا يعني تتلمس تحت ايد اوتمر هيتسفيلد طبعا. والمحطه اللي بعديها ليه وبنهاكر هنا احنا بنتكلم عليه كلاعب لسه ما خدش مشوار هو اوتمر هيتسفيلد قعد معاه 3 سنين من 91 جه مدرب اللي هو ليوبن هاكر مدرب هولندي كبير. هو خليني اخد بس من جزئيه مشوار نهايه فترته. انا عارف انه من اللعيبه المعمره ده يعني هو لعب طلع موسم 77 78 بطل كوره 96 97 18 موسم وفي النص عرفت انه قعد فتره يعني في فتره اصابه طويله. هو جات له اصابه في 91 ايوه كسر مضاعف في الاصابه وكسر في الشظيه. قعد 18 شهر ما بيلعبش كوره. دي كانت بدايه بقى ان هو ركز في التدريب اصلا كان لسه عنده 31 سنه. طيب تعال نوري ناس نهايه فتره مارسيل كولر كلاعب ونرجع نكمل الكلام. بدا يشتغل مساعد مع ليوبن هاكر وينزل يدرب كمان في الناشئين. الفتره دي فادته جامد قوي في تكوين شخصيته. موسم 93 94 هيجي له مدرب جديد اسمه كريستين جروس اللي جه درب الزمالك هنا قبل كده وبدا يرجع تاني يلعب كوره وكسبوا مع بعض اول سنه الكاس. وفي 94 95 كسبوا الدوري. كريستين جروس كان بيحب مارسيل كولر جدا وكان بيديله وضعه في الفرقه لانه بقى كان كابتن الفرقه. وصلوا مع بعض لحد موسم 95 96 وده موسم مهم جدا لمارسيل كولر. كان وصل ساعتها لسن 36 سنه حقق بطولات كتير قوي مع النادي وكان نفسه يختم حياته هناك ختام لائق جدا لمسيرته. في نهايه الموسم مارسيل كولر بيفوز بالدوري السابع ليه مع نادي جراس هوبرز. بيتكرم في نهايه الموسم في اخر ماتش وبياخد الدرع للاحضان مع كريستين جروس مدربه. اللعيبه شايلاه على اعناقه وبترميه فوق. و
وفي السنة دي كان عايز ينهي حياته مع منتخب سويسرا نهاية لائقة جدا. اللي بدأ مسيرته مع المنتخب سنة 82 بالمناسبة لعب ماتش هنا في مصر سنة 89 مع المنتخب ولعب الماتش كامل. بيديها كولر يحرك في كل حتة من الخمس ده خط النص وبينقلها على طول. دي لقطة طبعا من مارسيل كولر اللاعب في ملعب استاد القاهرة اللي هيكون موجود فيه في مباراة تهم طبعا كل جماهير نادي الاهلي يوم الخميس اللي جاي، ولكن كمدير فني بعد موسم اول طبعا ناجح جدا على كل المستويات الحقيقه، اداء ونتائج وارقام وبطولات، موسم اول ناجح لمارسيل كولر. ابتدينا نتكلم على مشواره في اكتساب الخبرات بالزبط. يعني اتكلمت طبعا على مديرين فنيين اللي اشتغلوا معاهم، لكن لو حبيت الخص كده كيف تكونت اهم خطوات كولر في عالم كره القدم وكيف اكتسب خبراته من كل الاسماء اللي هو احتك بيها شادي. لا هو انا فوجئت بكميه المدربين الكويسين اللي هو اتمرن تحت ايديهم. يعني في مدرب برتغالي كلاعب، احنا بنتكلم دلوقتي كلاعب، في ارثر جورج ده مدرب كبير قوي كسب مع بورتو تشامبيونز ليج 87. روي هوتسون ده مدرب انجليزي ضرب المنتخب طبعا، اولي شتيلكي بتاع المانيا ده، غير طبعا اوتمر هيتسفيلد ده بالنسبه لي اصلا ده حاجه كبيره قوي. هو بيقول في الكتاب بتاعه ان هو اتاثر قوي بليوبن هاكر لان هو الفتره دي اصلا كان متعور فكان بيساعده ونزل درب في الناشئين على فكره في الفتره اللي هو اصيب فيها كلاعب كره قدم. كان عنده 31 سنه يشتغل، نزل يشتغل او يدخل بقى في طريق فريق سي وفريق بي، فريق سي وفريق بي تمام. وكان بينزل درب ناشئين كمان، وكان بيقول ان هو بيحاول يزرع دايما في الناشئ انه يبقى متواضع. هو هادي ومتواضع، دي ده هو ده طبعه. يعني الناس كانت بتستغرب في الاول هو تغيراته متاخره ليه، هو ما بيتعصبش ليه على اللعيبه، هو كده يعني، هو مولود كده. متعودين على تركيبه معينه برضو في بالزبط. الاجنبي يعني، واشهر نموذج عليها مثلا مانويل جوزيه. مانويل جوزيه كان يقف على الخط ما بيزعق 90 دقيقه لكل لعيبه، مش راضي عن اي حاجه ولا تحكيمه ولا لعيبه ولا اداء. او ريني فايلر اللي هو اصلا تحسه متضايق من الناس كلها مثلاً. يعني بالظبط كده. لكن هو على طول هادي، هو هادي دي كانت عامله استفهام عند كتير من الجمهور. هو هادي جدا اللي انا اكتشفته، كل زمايله بيقولوا عليه كده، وبعدين كان محبوب من زمايله جدا. يعني مثلا في ناس كتير ما تعرفش ان جوفاني البر نجم بايرن ميونخ في اخر السنوات كان زميله الدولي طبعا. اليوم صور مع بعض كتير، يعني كان علاقته كويسه. فهو لا هو تاسس تاسيس صح كناشئ وكلاعب. وطبعا كميه الافكار من كميه المدربين دي اكيد يعني. طيب قبل ما اروح لبطولاته واقرب شويه من شخصيه البطل مارسيل كولر، لانه دي حاجه ما بتجيش في يوم وليله، دي حاجه بتيجي نتيجه تراكم خبرات كتيره جدا، فكره انك انت تفوز بلقب ورا لقب كلاعب ثم بعد كده كمدير فني. تعالوا نشوف جزء خاص بمشوار مارسيل كولر المدير الفني في اكتساب خبراته، الحاجات اللي ساعدته والاسماء اللي ساعدته على اكتساب الخبرات، وهرجع اكمل تاني مع شادي. 523 ماتش ب 76 جون، 7 بطولات دوري وخمس بطولات كاس وسوبر سويسري، لعب مع المنتخب 59 ماتش وجاب 3 جوان، لعب ماتشات كبيره جدا مع ناديه في المسابقات الاوروبيه، اتمرن على ايد مدربين تقال قوي اكسبوه خبرات كبيره، 5 مدربين المان في ناديه، مدرب سويسري، مدرب صربي، مدرب تشيكي، مدرب هولندي، وفي المنتخب مع مدرب الماني اللي هو اولي شتيلكي، مدرب انجليزي اللي هو روي هوتسون، ومدرب برتغالي اللي هو ارثر جورج. كميه خبرات كبيره جدا خدها من كم المدربين دول. لكن برضه 17 سنه كانت مسيره عظيمه في الاصابات، 3 تمزقات في الانكل، عمليتين في وتر اكيلس، عمليتين في وتر العضله الرباعيه في الفخذ الشمال، كسر مضاعف في القصبه وكسر في الشظيه، كسر في مناخيره وارتجاج، شال حته من غضروف الركبه ورباط الصليبي، عمليه ومسامير وتصحيح مسار في الرجل السفليه. مسيره عظيمه كلاعب ومسيره عظيمه في الاصابات برضه، علمته صبر كتير جدا واكتسب خبرات عظيمه ونهى حياته كلاعب وهيبتدي يشوف حياته كمدرب. ده فيما يتعلق بالخبرات والاسماء الكبيره، كلها اسماء كبيره على فكره للي ما يعرفهمش او كانوا في وقت من الاوقات مجموعه من اهم اسماء المديرين الفنيين اللي اشتغل معاهم مارسيل كولر، واللي بالتاكيد ساهموا في نجاح مشواره كلاعب ثم كمدير فني. لكن عايز اتكلم برضو على شخصيه البطل، واعتقد انه طول مشواره في كره القدم سواء كلاعب او كمدير فني حقق كتير من الالقاب والبطولات يا شادي. هو اولا هو حقق سبع دوري مع جراسوبرز، 5 كاس، 1 سوبر الماني. في حته كده لقطها في النص، الراجل اللي اكتشفه روجيه بيرجر ده الراجل العجوز قوي يعني، قال اهم ميزه فيه ان هو من هو عنده 12 سنه، حتى يعني بالمصطلح حتى لما جيت ترجمته بيقول ان هو في الملعب عامل زي التشارت، طالع نازل طالع ما بيبطلش جري، دايما بيزعق في زمايله، مش بيزعق يعني بيواجه زمايله، عنده حته القياده من هو طفل، الروح والقياده تمام. وبعدين بطولات كتيره، وبعرف انه كمان كان بيتم تصعيده دايما بدري يعني من 12، من سن 12 كان بيلعب مع 14، ومن 14 كان بيلعب مع 16، ومن 16 طلع على الفريق الاول على طول. فلا هو طبعا يعني خلي بالك احنا الدوري السويسري هو مش من اجمد 6 7 بس في الاخر انت بطل يعني صحيح.
بطولة الدوري مع سان جالان السويسري. اه بس هو هنا انتقل من لعب في اكتر من نادي في لا سويسري. هو لعب 17 موسم مع جراس هوبرز. مع جراس هوبرز اه. اخر موسم ليه كان بيدرب النادي كريستن جروس هو درب الزمالك هنا. ايوه كان بيحب يعني كريستن جروس كان بيثق فيه جدا يعني، فهو جه بقى في الاخر قال له هبطل، قال له لا انت انا محتاج تكمل معايا. فهو بيحب النادي قال له تمام، كمل معاه نص موسم، جاله اصابه ثاني في وتر اكيليس، فاخر موسم 96 97 اشتغل معاه مساعد 6 شهور أوكي. وراح للاداره قال لهم خلاص قرروا انه يبطل كوره خلاص كان 37 سنه. شفت تاريخ اصابات يعني لا 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 ده رهيب رهيب. وهو اتعلم الصبر من الحاجات دي على فكره. يعني لا هو كمان دي حاجه تعكس انه شخصيه عندها اصرار شديد، مقاتل جدا يعني مهما تعرض لمواقف صعبه، او يعني في لعيب ممكن تبقى عنده ربع الاصابات دي قرر يبطل كوره اساسا او ما يقدرش يرجع بنفس القوه ونفس المستوى مره ثانيه. هو اصابته اللي جات له وهو 31 سنه دي هو حكى عليها كتير في الكتاب يعني. في شابتر كامل بيحكي على الاصابه دي اللي قعد فيها سنه ونص، قعد فيها سنه وست شهور او سنه وثمان شهور، انه كان بينزل يتمرن في التلج على ارتفاع 30 سنتي ايوه علشان يقوي العضلات بتاعته. بيقول لك كان بيرجع عينه ملتهبه من كتر يعني البخار اللي طالع من التلج. وكان بيقعد يقول انا مش هستسلم ولازم ارجع العب كوره، انا لسه اقدر العب تاني. وبعدين حصله في سن يعني بالنسبه للعيبه الكوره في التوقيت اللي كان بيلعب فيه، احنا ابتدينا في اخر 10 15 سنه نسمع لعيبه بتقعد 37 و38 لكن الكلام ده ما كانش زمان، ما كانش موجود زمان. ففكره انه يقعد في الملاعب لغايه ده او تجيله الاصابات دي كلها في سن ال 31 ويبقى عنده رغبه واصرار انه يرجع تاني. هو كمان تحس ان هو يعني نهايته كلاعب، مسيرته كلاعب أيوه. اخذ في الاخر مكافاه ان هو لعب يورو 96 شارك فيها ماتشين، لعب قدام اسكتلندا وانجلترا، شارك شوط وشوط وشويه، فطبعا دي في مسيرته حاجه كويسه يعني. عنده 59 ماتش دولي. ايه قصه سان جالين بقى؟ سان جالين ان هو بدا راح في الاول نادي صغير اسمه اف سي فيل، نادي في شرق سويسرا كده، الاستاد فيه 6000 مشجع، مسكهم طلع بيهم على قمه دوري الدرجه الثانيه. ما كملش الموسم جاله بقى نادي سان جالين ده اللي هو نادي كبير في شرق اوروبا، في شرق سويسرا. في شرق سويسرا. نادي اخر مره كسب الدوري 1904. اول مشواره تدريبي. يعتبر ده اكتر اول نادي نص محترف. تمام. يعني هو راح النادي ده اكتشف ان فيه لعيبه. هنا اقصد اقول التايتل بتاع اول مره يشتغل مدير فني. مارسيل كولر مدير فني. في اف سي فيل ثم سان جالين. سان جالين. راح طبعا لقى ان اللعيبه فيه لعيبه بتروح ما بتروحش التمرين الصبح. يقول لك بيقولي يقول لي عندي دورات كمبيوتر، راح لرئيس النادي قال له لا ما احنا محترفين. بدا بقى يشتغل عليهم، ويقول لك بقى في الاول كان بيروح هو اللي كان شغال المدرب حراس مرمى في الاول عشان ما فيش امكانيات. طبعا سان جالين نادي عريق، مدرس تاريخ ومدرس فرنساوي لغايه لما يجي مدرس فرنساوي يعني 1904 اخذوا الدوري مره واحده في حياتهم سان جالين مع سان جالين النادي ده كسب الدوري مره واحده في حياته سنه 1904. تمام. هو مسكهم 98. تمام. فطبعا يعني 94 سنه ما فيش بطوله ولا ميداليه ولا حاجه خالص. فطبعا بقى ان هو يروح يقنع اللعيبه لا يا جماعه ده ممكن. أيوة. فكان معلق لهم في اوضه اللبس صوره يعني صوره فوتوغرافيه لفريق اللي كسب الدوري سنه 1904. طبعا منافسه في الدوري بينافس اثنين مدربين تقال قوي، روي هوتسون الانجليزي وكريستيان جروس مدربه اللي كان مدربه. طبعا عمل مفاجاه جباره طبعا في سان جالين. هو للاسف عشان الدوري السويسري ملوش رواج. ايوه بس يعني انت لو عايز تقربها. أيوة. ليستر سيتي المعجزه بتاعته في 2016 هي سان جالين مع تمام يطلع نادي مغمور محدش مستني منه اي حاجه لاقيه بياخد اللقب. تعال نشوف معجزه سان جالين يلا بينا ونرجع عشان عندنا حكايات كثيره عن مارسيل كولر. سان جالين متصدر الدوري فرق 7 نقط عن بازل. الفريق هيخش يلعب التصفيه النهائيه اللي هي متكونه من 8 فرق. اول ماتش فيهم هيلاعب نادي جراس هوبرز النادي الاصلي في الاستاد بتاعهم. الناس كانت بتقول مستحيل في النهائيات هيعدوا، اكيد هيخسروا، والناس كانت عندها حق. بعد نص ساعه بالظبط جراس هوبرز بيتقدم 3-0. كولر كان واقف بره على الخط شكله محتاس، بس الحقيقه ان هو ما كانش محتاس، هي دي طبيعته، هو شخص هادي جدا ما بيحبش يزعق كتير في اللعيبه. والمفاجاه ان سان جالين يعمل ريمونتادا رهيبه، تشارلز اموال مهاجم الغني بتاعه يجيب 3 جوان والماتش يخلص 4-4 في مفاجاه رهيبه. الجمهور بيتنطط في المدرجات وبدات الناس تحس ان سان جالين ممكن يعمل مفاجاه. الفريق رغم فروقات المستوى عمال بيكسب 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 بيكسب. والمفاجاه الرهيبه ان قبل نهايه الدوري بخمس اسابيع يكسب ماتش 2-1 وسان جالين بطل الدوري السويسري في مفاجاه رهيبه. يوم 19 مايو 2000 يوم تاريخي في الكره السويسريه، سان جالين بيكسب الدوري بعد غياب 96 سنه. مارسيل كولر الراجل المغمور
بيكسب الدوري مع نادي ما بيكسبش الدوري اصلا، وبيأسس لكوره لفريق منظم جدا. هيلعب 4 ماتشات في نهايه الدوري، ماتشات احتفاليه بيروح الناس تعمل لهم ممرات شرفيه، احتفالات هستيريه في المدرجات، 30,000 مشجع في الشوارع، محطات القطر كلها ناس لابسه ابيض في اخضر لبس النادي. رئيس النادي بياخده بالاحضان، كانش يصدق ابدا ان هو بيتعاقد معاه انه هيكسبه الدوري. علاقه رهيبه ما بينه وما بين المهاجم الغني تشارلز امواو، واحتفالات في الملعب هستيريه. الملعب فيه 11,500 مشجع، يعني تقريبا 20% من سكان المدينه. احتفالات وعلام في المدرجات. مارسيل كولر متشلق على الاعناق لانه عمل معجزه شبه معجزه ليستر سيتي في 2016. مارسيل كولر بتفرق كتير جدا. مش عارف شادي يوافقني رأي، بس فكره انك انت مدير فني لسه في بدايه مشوارك، حتى لو كنت على فكره يعني ما بقتنعش ابدا او ما بربطش او ما بعملش الناس كتير تربط انه اللعيب اللي كان سوبر ستار يبقى بالضروره مدير فني ناجح، والعكس الصحيح. في لعيبه كانت بالظبط كده، مارادونا نفع في التدريب يعني. مارادونا، وفي لعيبه تبقى في الملعب طول مشوارها لعيبه عاديه جدا، تخرج تلاقي حاجه يعني صح. فمحدش بيبقى عارف ربنا مرتبها ازاي. لكن انك انت تبقى في بدايه مشوارك مدير فني في كل الظروف اللي انت بتتكلم عليها دي، ظروف كتير من الناس ما تفكرش تراهن على فكره انها تروح للتتويج مره واحده. وممكن يقول لك هشتغل موسم اتنين التالت تعالى نفكر في بطوله. ففكره انه يبقى في امكانيات قليله، نادي ما عندوش تاريخ او رصيد من البطولات، لعيبه زي ما انت كنت بتحكي ما عندهاش طموح انها تحقق حاجه، وانا اجي استلم المسؤوليه اعمل النقله دي، هالي انه صاحب كريدت او فضل كبير جدا. لا طبعا، هو انا بس اقول حكام حاجه بسرعه على حتى انا ما قلتهمش في الحلقه. يعني هو اساسا رئيس النادي هو بيجيبه تمام، انت مدرب كويس، بس هو اصلا الراجل مش عايز منك حاجه. يعني مش بفكر في حاجه. اولا جاب معاه لعيب من غاني كان بيدربه في الفريق اللي قبل اللي ظهر معاه بيحضنه بعد الراجل ده. ليه قصه انا اصلا يعني قعدت اتتبعها. الغاني ده هموت يعني. الراجل وانا بتفرج على الهداف جامد قوي. الراجل ده قبل مارسيل كولر كان لعيب عادي جدا. اتمرن مع مارسيل كولر سنتين، طلع هداف الدوري. تمام، هداف الدوري السويسري. طبعا دي اصلا حاجه صعبه يعني. ماشي بقى كولر بعول لنادي شتوم جراتس النمساوي ب 4,300,000 يورو. شتوم جراتس النمساوي عمره ما باع لعيب بالرقم ده، ولحد اللحظه اللي احنا فيها دي ما باعش لعيب بالرقم ده. كل ده بسبب التطوير اللي عمله كولر. ماشي بقى، راح فشل في كل الاماكن، وسنه 2013 كان بيشتغل موظف في مصنع. نفس اللاعب. نفس اللاعب. فتخيل هو عمل يعني، هو عمل حاجه. ايوه. عمل لعيبه في حارس المرمى اسمه خورخ شتيل، ده الماني سويسري، خلاه لعب يورو 2004 مع سويسرا بعد كده. يعني تطوير فردي هو شغال كويس. ايوه. وده حسيناه الموسم ده قوي مع الاهلي. جدا جدا. يعني في لعيبه كتير قوي كل الناس حست انه الموسم ده افضل مواسم ليه، رغم ان هم كانوا في اوقات كتير جدا متالقين وكانوا بس ثبات المستوى. بس فكره انه لا، مش بس ثبات المستوى، انك تحس انه اللعيب ده وصل لافضل فورمه ليه مع الاهلي الموسم ده. ما احنا عارفين انه في لعيبه كتير كويسه. بالنسبه لي محمد يعني هاني مثلا، محمد هاني عارفين انه هاني امكانياته كويسه، لكن السنه دي تحس انه تحول. افضل موسم للاهلي هاني مع نادي الاهلي. بالزبط. الشحات ناس كتير جدا تقول لك افضل موسم للشحات مع الاهلي. بيرسي تاو نفس الحكايه، حمدي فتحي نفس الحكايه، ولاعيبه كتير يعني. مش بس اللعيبه دي، لكن في طفره على المستوى الفردي كان ليها تاثير برضو عند الجمهور. الجمهور عنده سنسرز كده شادي. حسيت انه كره الاهلي، سيبك من قصه البطولات، ما كلامكش على انه بينجح في بطوله او بيجيب لقب او ما بيجيبش، لكن انا بحكم من المدير الفني نمره واحد بالنسبه لي كجمهور برضو، دي حاجه اساسيه. جمهور الاهلي يعني، انه انا شايف الاهلي بجد ولا شايف فرقه بتجيب بطولات وخلاص. يعني هو يكفي الرضا التام بعد كاس العالم للانديه وانت خسران 4-2 و4-1. صحيح. انا كنت فرحان جدا. لان انا طبيعي اخسر من ريال مدريد يعني. مظبوط. يعني بس مزبوط. انا بلاعب ريال مدريد وراح اهاجمك وضاع فرص. لو زعلت انك انت كنت قريب انك انت تعمل لحد دقيقه 93 2-1. صح، عندك حق. زي المعجزه دي في معجزه ثانيه اتكلمت عليها، هي معجزه الفوز على تشيلسي الانجليزي. دي بقى يعني دي اصعب كمان. ان هم بداوا في لعبوا تشامبيونز ليج، خسروا من جالاتا سراي 4-3، واصلا جه جالاتا سراي ده في نفس السنه اخذ اليوفا كاب اخرها. اوكي، طلع من تشامبيونز ليج راح اليوفا كاب كسب. لكن هو خسر من جالاتا سراي، راح اليوفا كاب لعب تشيلسي. اوكي، يعني محاضره مارسيل كولر اللعيبه دي تدرس. ان انت يعني طبعا هنا ما شفتش، بس من اللي قريته انه تشيلسي في التوقيت ده ايه، فيالي وجان فرانكو زولا، فيالي كان ولا كان لسه زولا كوديتشيني حارس المرمى. بوبيسكو اللي هو جورج بوبيسكو. ايوه. جوستافو كوي يعني دوسيه لبوف، فرقه تقيله جدا.
تتفرج على الماتشين، انا اتفرجت على معظم الماتشين، تشيلسي عادي لا سنجالين على ملعبه مسك تشيلسي قطعهم. والنتيجه بتاعت المباراه انتهت ايه؟ خسر 1-0 في انجلترا وكسب 2-0 في سويسرا. اه فطبعا دي اللي نقلت بقى مارسيل كولر حته تانية خالص، والصحف اتكلمت عليه جامد قوي هناك في اوروبا كلها. يعني دي حاجه لازم نشوفها. لذيذه قوي. نشوف معجزه الفوز على تشيلسي بعتاولته من فريق سانجالين تحت قياده مارسيل كولر. نشوف، واتمنى ان مستر مارسيل كولر يكون مستغل فتره الراحه وبيتفرج علينا النهارده. تعالوا نشوف مع بعض. يلا. اول ماتش هيلعبه نادي جالاتا سراي التركي، خسروا في مجموع الماتشين 4-3 وعملوا اداء كويس جدا، وهو كان زعلان لانه كان حاسس ان هم ممكن يكملوا، لكن القرعه وقعتهم ان هم هيلعبوا في الويفا كاب قدام تشيلسي. الماتش الاولاني انجلترا خسروا 1-0 بس. في ماتش العوده مارسيل كولر عمل محاضره قويه جدا للعيبه وقال لهم بصوا احنا 11 وهم 11، هما مش احسن منكم في حاجه، انزلوا وروهم احنا هنعمل ايه. لما كسبوا الدوري كان معلق لهم في اوضه اللبس صوره للنادي لما كسبوا الدوري سنه 1904 عشان دايما يحفزوا ان ده ممكن يحصل، وحصل فعلا. في 28 سبتمبر 2000 سانجالين السويسري يكسب تشيلسي 2-0 في معجزه ما بتحصلش اصلا في سويسرا. سانجالين بيتكتب اسمه في كل عناوين الكره العالميه. مارسيل كولر بيعمل تاريخ مع نادي صغير جدا ما حدش يسمع عنه حاجه. كمل معاهم بقيه الموسم، طلعوا ثالث الدوري، كانت رحلته هتخلص مع سانجالين ولازم يروح نادي ثاني. الناس كانت بتحبه هناك جدا وكان مؤثر قوي قوي بالذات مع تشارلز اموا اللي بسببه العده اتباع لنادي شتوم جراتس اللي مساوي ب 4 مليون يورو، وده سعر عمر ما النادي ده باع بيه لعيب قبل كده، وكل ده بسبب التطوير اللي عمله فيه مارسيل كولر. الجرايد بعد انجازاته مع سانجالين كانت بتتكلم عليه كويس قوي، وكانوا بيقولوا عليه ان هو شخص هادي ما بيزعقش وما بيشتمش وما بيعملش اي حاجه، راجل قائد بارع جدا في القياده للعيبه، اللعيبه بتحبه، بيشتغل كويس على التكتيكات وعلى الصفات الشخصيه، وعلى وصفهم شخص بيعرف يستخدم صفات العدائين الفرديين. وبيتكلموا ان هم خلوا مدينه سانجالين اللي هي ما بتتابعش كوره اصلا، فجاه سانجالين في محطات القطار في زيوريخ، سانجالين في انجلترا، سانجالين في اسطنبول، سانجالين في كل حته في العالم. مارسيل كولر الهادئ البارع القائد الذي جعل المدينة الهادئة في ضوضاء عارمة. بتهيالي انه ممكن لو انت بتفكر بشكل تقليدي شوية ممكن تبقى تقييمك لمارسيل كولر حتى رغم الانجازات. يعني في اوقات كتير جدا وارد في كرة القدم كل شيء وارد والمفاجآت واردة، وانه فريق زي سان جالاند يفوز على فريق تشيلسي ممكن تحصل، لكن لما تيجي تبص او تحاول تقول انه الكرة في سويسرا مش متقدمه قوي او ان سويسرا مش دوله عظمى، طيب ما تيجي نبص على النقله النوعيه وانتقال مارسيل كولر من سويسرا لالمانيا، والمانيا يعني البوندسليغا، والمانيا يعني مستوى منافسه وامكانيات من مختلف. مستوى تاني مختلف. بس قبل ما اتكلم او الخص معاك تجربته في المانيا، لو تفتكروا كان في لعيب في منتخب المانيا كان اسمه بودولسكي، لعيب كان مهم جدا، اعتقد كان بيلبس نمره 10، ونمره 10 في منتخب المانيا يعني لعيب من العيار التقيل. يعني ايه علاقه مارسيل كولر ببودولسكي؟ ابتدت ازاي وتفاصيلها ايه؟ هو بعد ما ساب سانجالين جاله عرض من النادي الاصلي بقى اللي بيحبه جراس هوبرز. ايوه راح دربهم اخذ معاهم الدوري وكسب كريستيان جوستين. طبيعي لانه جراس هوبرز هو نادي يعني بس انا هناك ايه مثلا نيو شاتل جراس هوبرز نيو شاتل وبازل وبازل اللي في صلاح وعمر جابر وحمودي دول انديه القمه. انا ما بركزش قوي في فترته في جراس هوبرز، هي كسب الدوري بس ما كانش تحديات قوي يعني. اوكي عنده امكانيات، عنده جماهيريه. جاله عرض من كولن وده اصلا عمل قلبان هناك. انتوا رايحين تجيبوا مدرب سويسري ازاي؟ ازاي في المانيا؟ المانيا بتتعامل مع سويسرا على اساس ان ده يعني داون جريد. انا انتوا بتهرجوا مدرب سويسري وحيد جه في تاريخ الدوري الالماني مسك فرقتين وهبط بيهم. فاللي هو اصلا سمعه الدوري المدرب السويسري في المانيا ضايعه يعني. راح كولن مسك بعد حوالي 19 اسابيع كان الفريق اصلا في المركز قبل الاخير. كولن مش نادي غني فما فيش موارد، راح في الاول هوب نزل من قطاع الناشئين، شاف ولد عنده 17 سنه ونص حته بقى مهارات شويه اجتماعيه ان هو زي ما بقول لك بيعرف يتعامل مع المهاجرين. بودولسكي اصلا من اصل بولندي. ايوه وهو اصلا كان عايش مع مهاجرين وكده فاحتضنه وقال له انت يعني انا شايفك انت معايا. بودولسكي لما قعد تقرا كان بيقول ايه؟ بيقول لك انا اصلا لو كان حد قال لي هتطلع تتمرن مع الفريق الاول كنت هصدقه. واحد جاي بيقول لي انت معايا الماتش اللي جاي اساسي. نزل بعد ماتشين لعب قدام بايرن وجاب جون. لعب معاه 19 ماتش جاب 10 تجوان، ومن اليوم ده بودولسكي دخل المنتخب. اوكي فهو بودولسكي بالنسبه له، يعني هقول معلومه انا مش قادر اوثقها بس انا اتقالت لي من كذا حد ان مستر مارسيل كولر لما جه مصر بودولسكي كان مبطل بقاله سنه وشويه، قال لهم انا مستعد ارجع العب كوره تاني وارجع العب مع كولر في الاهلي.
بس انا المعلومه ما عرفتش اجيب لها ارض يعني مليون في المية. لكن انا سمعتها من كذا حته. فهبط هو للاسف هبط بكولن بس هو كان اصلا رايح والمريض بيموت يعني. ايوه بس كولن مش او كولون مش تجربته الوحيده لانه كمان استمر في المانيا على بس هو حته كولن دي اتعلم منها حته شويه ان هي الصحافه هناك مسكته وبهدلته لان هو مش من نوع اللي بيدي اخبار للصحفيين والصحافه في المانيا لو ما اديتنيش اخبار ههجمك وهطفيك بالظبط فهو كان فيها هجوم عليه في الصحافه وهجوم من الجماهير والوضع كان صعب جدا اللي يخليك تستغرب وده اللي خلاني برضو يعني فكرت طب هو هبط بكولن ليه راح بوخم؟ ليه يجي له عرض من بوخم؟ هو بوخم كان في الدرجة الثانية بس هو بيقول في الكتاب بتاعه أنا ارتحت في بوخم لأن الأجواء هناك هادية أيوة. والناس واثقة فيا رغم إن إمكانياتهم أقل من كولن أول موسم وفي حد ممكن يقول لك أنا أحب ألعب دايما في المضمون بالزبط. يعني أنا جيت هنا لقيت الدنيا مش ماشية طب ما أنا أرجع سويسرا أمسك نادي كبير وأفوز ببطولات لكن واضح إنه قرر انه المغامره تستمر انه عايز يثبت يعني فكره انه في شخص كده دايما عنده الرغبه في اثبات الذات يعني حتى مهما واجهتك عقبات لا انا عندي حاجه عايز اثبتها او حاجه عايز اوصل لها وهعملها او احاول ان انا اوصلها مهما كانت الحاجات اللي ماشيه ضد التيار. هو الصحفي اصلا ساله في الكتاب بتاعه هو انت بتحب الانديه الضعيفه؟ قال له انا اتظلمت في فتره كولن ما عبرتش عن نفسي فقلت انا لازم اثبت نفسي في الثانيه رغم انها في الدرجه الثانيه. ايوه بوخم بعد اول موسم صعدوا على طول للدوري الدرجه الاولى ونهى الدوري يعني هو خلص الدوري قبل نهايته بخمس اسابيع كان صعد فتاثيره طبعا في بوخم بان بسرعه جدا أيوة. وده يوريك ان الناس اكيد اللي بتفهم هناك كوره شايفه ان هو حتى مع كولين كان ليه تاثير يعني. طب خلينا نشوف الاول قصته مع بودولسكي وبعد كده نشوف قصته بقى في الدوري الالماني سواء مع كولن او مع فريق بوخم. تعالوا نشوف مارسيل كولر في فترة ريعان الشباب طبعا لسه كنت بكلم انا وشادي صغير طبعا في اغلب الشوطات واعتقد ان احنا رجعنا له كده لحظات نوستالجيا كبيره جدا لتاريخه سواء كلاعب او مدرب. تعالوا نشوف مرحله المانيا مع مارسيل كولر. كولر نزل قطاع الناشئين وبص على لعيب هناك ما كملش 18 سنه لوكاس بودولسكي لعيب موهوب جدا جابه اوضه اللبس قال له بص انت لعيب كويس ركز معايا هاخدك معايا وهتلعب وهتبقى لعيب كويس بس لازم تنزل الملعب وتضرب نار لازم توريني انت هتعمل ايه. بودولسكي بيحكي انه ما كانش يحلم ابدا انه هيروح يلعب في الفريق الاول اصلا وينزل ماتش اساسي. بعد تاني ماتش لكولر بودولسكي في الملعب بيتعادل مع بايرن ميونخ بره ملعبهم 2-2 الناس كانت مش مصدقه اللي بيحصل لكن طبعا في ظل الظروف الصعبه دي من مارس لابريل 6 هزايم وفي اخر ابريل لمايو 6 هزايم كولن للدرجه الثانيه. ويلكم ان دوتشلاند هير كولر ويلكم مستر كولر في المانيا. المانيا غير سويسرا خالص. كولر لما حكى عن الموضوع ده كان الناس بتساله انت ايه اللي حصل لك في كولن؟ قال انا من اول يوم رحت الناس هناك ما كانتش بترحمني وكان في عنوان كبير في الصحافه الجبن السويسري لماذا نحتاجه؟ انت جاي هنا تعمل ايه؟ حاول يفرض سريه على التدريبات ويعمل انتظام وانضباط. الناس هناك ما كانتش عاجبها النظام ده. الصحافه حطت صوره طفل صغير ماسك السور وبيقولوا ان كولر حرمه من الكره اللي بيحبها. ايه الاضافه بصرف النظر عن النتائج بصرف النظر عن ان هما تجربتين ايه الاضافه اللي عملتها تجربه المانيا لاسم مارسيل كولر في عالم التدريب؟ طبعا هو تجربه بوخم انا بالنسبه لي هي تجربه ناجحه. ايوه هو درب 4 سنين و3 شهور تقريبا حقق احسن ثالث احسن مركز في تاريخ بوخم. انا ليه بسالك السؤال ده عشان برضو الناس تبقى فاهمه لانه في نقله نوعيه ثانيه حصلت له بعد المانيا بالزبط. يعني من مدرب بطولات او انديه كبيره في سويسرا لمدرب انديه ممكن تبقى مش بتنافس او مش من انديه المقدمه في المانيا لكن بعدها في نقله منتخبات هاجي لها كمان شويه فدي برضو في حد ذاتها لازم تخليك تقولك ليه ممكن منتخب يراهن على اسم زي مارسيل كولر في التوقيت ده او في المرحله دي من مشواره كمدير فني. يعني في تركه كده هقولها برضو قالها هو اتكلم عليها. هو كان مشكلته في المانيا الاساسيه هو كولر زي ما انت شايف كده راجل مؤدب قوي يعني ما السويسريين كده لا هو يعني ليهم بروفايل كده رهيب غير الطليان مثلا الطليان تلاقي صوت عالي وتلاقي ثقافه بحر متوسط مثلا يعني هم الالمان تلاقيهم جد جدا بس ناشفين جدا يعني هو يعني زي في المانيا بيتعاملوا معاه ان انت اقل مننا ككوره تمام وطبعا بيلعب مع انديه ما بتعملش نتائج رهيبه فطبيعي الهجوم بيبقى اسهل يعني رغم ذلك هو عمل انجاز كبير في بوخم اصلا. أيوه. هو التاني موسم ليه بدا الموسم بنتائج وحشه جدا ورغم ده هو استمر مع بوخم بعد ما طلعه سنين للدوري البوندسليغا يعني هو الدرجه الاولى اول موسم ليه في البوندسليغا. أيوه. طلع تامن الدوري رغم ايه رغم ان هو اول 7 ماتشات خسر منهم 5 لكن هو كان يعني عنده هو فايتر شخصيه محاربه كده. أيوه. وبعدين طلب 3 تدعيمات قال لهم انقذوني. احسن حاجه فيه لفتت نظري في فتره بوخم
الراجل ده مرن جدا 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 يعني هو فاهم ان ظروف النادي ده اصلا. قدرت تعمل تقييم بمناسبه التدعيمات، قدرت تعمل تقييم على التركيبه اللي بيدور عليها او المواصفات اللي دايما شايفها مارسيل كولر كمدير فني انه بيبقى محتاجها في اللعب؟ بص، مارسيل كولر اهم حاجه عنده، اهم حاجه عنده انت تبقى شخص منضبط. منضبط يعني بيميل اكتر للعيبه المهاريه، بيميل اكتر للعيبه اللي عندهم لياقه بدنيه عاليه، بيميل اكتر للعيبه المنضبطه تكتيكيا اللي هي بتنفذ تعليماته او الادوار اللي بيديها لها في الملعب. هو يحب قوي، يحب قوي يعني. هو المدير الفني طبعا هيبقى عايز الكوكتيل ده، بس يعني هو برضه انضباط لياقه بدنيه، انضباط يحب اللعيب اللي بيلعب في كذا مركز. دي بالنسبه له يعني اهم حاجه. تمام، يعني انا من التشكيلات اوظفك في كذا بالظبط، من التشكيلات بتاعت منتخب النمسا وبوخم كنت بقعد اراجع التشكيلات كده، يا عم انت لخبطتني. يعني الراجل ده كان ديفندر، هو لخبطنا شويه في نص الموسم برده كده. ده ديفندر مره باك ليفت مره مساك. انت مش فاهم هو عمال، بس هو ده مدرب عنده رؤيه وعارف الامكانيات. ايوه، فهو تاني موسم مع بوخم طلع تمن الدوري، وده تالت احسن نتيجه ليهم. ودي بقى المفاجاه، انا حتى كنت قلتها في الحلقه، راح جاب مهاجم محدش يسمع عنه حاجه خالص من الدوري اليوناني. اسمه ثيوفانيس جيكاس، لعيب ساعتها يعتبر ما كانش دولي يعني. اول موسم ليه خدوا اعاره خلاه هداف الدوري ب 25 جون، هداف الدوري البوندس ليجا 25 جون. لما دخلت قعدت شويه ابحث عن اللعيب ده واسمع هو بيقول ايه عن كولر، مر مع كولر سنه واحده بس، بيحب كولر جدا جدا جدا، وبيقول ان كولر كان دايما يقول له انت لايف انشورنس، يعني انت تامين على الحياه. يعني انت طول ما انت معايا انا بعرف اجيب اجوان، ودي حته نفسيه يعني، زي ما كان بيقول على علي معلول عامل زي المكان القديم. لازم تتعاملوا بطريقه معينه. هو يعني اسلوبه حتى في الكلام تحسه بيستخدم مصطلحات بسيطه وبتوصل. فلا، هو عامل انجاز كبير في بوخم طبعا. فكره انه كمان انت تبقى جاي تشتغل في افريقيا، جاي من اوروبا عموما يعني، ودي اول تجربه تاخدها في افريقيا، اللي اشتغل في افريقيا الى حد كبير جدا مستوعب التجربه، ممكن طبعًا يروح من نادي لنادي، لكن هو فاهم الثقافه هنا عامله ازاي. لكن انك انت تيجي تنجح، انك انت تعمل الباند دي، الرابطه دي، وان اللعيبه كلها تبقى الليدر الشاطر هو اللي تحت منه، يبقى بيحبه وعايزه، عايز يساعده اكتر من ما يكون خايف منه وخايف من عقابه، فاهم؟ صح. فتحس انه العلاقه بين كولر وبين الاورابطه اللي اتخلقت في اول موسم، الراجل جاي بثقافه مختلفه تماما عن ثقافتنا، جاي يشتغل في افريقيا لاول مره، مش فاهم طبيعه القاره، مش فاهم طبيعه المنافسه. واكاد اشك مهما قالوا له عن النادي الاهلي، ما كانش فاهم يعني ايه اهلي ويعني ايه جماهيريه ويعني ايه تاريخ وبطولات، انه ينجح في انه يعمل الرابطه دي. ده شيء طبعا يحسب لكولر. قبل ما اكلمك على بيتهيألي مرحلته مع بوخم هي اللي مهدت لمرحله قياده فنيه للمنتخبات او العروض اللي جات له، وكانت مهمه ليه كمان في حاجات، لان هو في فتره بوخم دي في اخرها اتعرف على وكيل اعماله اسمه دينو لامبرتي. أيوه. ايطالي. الراجل ده هو يمكن انا شايف ان ده فرق جدا في مسيرته كمدرب. لانه كان بيقول له انت مشكلتك الاساسيه ان انت ما عندكش علاقه مع الناس، فالصحافه استباحتك يعني. أيوه. فلازم انت يبقى ليك طريقه، تغير في الطريقه دي، ولازم توري الناس، تستخدم الفيسبوك بتاعك تقول للناس اخبارك، ما تخليش الصحافه هي اللي تتكلم، انت اتكلم، انت اظهر. فدي فرقت معاه قوي يعني. طيب نروح نفتكر مرحله ما قبل النقله بقى النوعيه، لانه بتهيألي تلقى عرض بعد كده من منتخب سويسرا واشتغل في النمسا، والنمسا دي اللي بتهيألي طبعا النقله الكبيره جدا في مشوار مارسيل كولر التدريبي. تعالوا نشوف تاريخه او مشواره او نقطه التحول في مشواره التدريبي مع بوخم الالماني والانجاز اللي حققه معاه، وبعد كده نرجع نتكلم على مرحله المنتخبات في مشوار مارسيل مارتن كولر. كانت امكانيات النادي ان هو بيحاول دايما يجيب لعيبه فري او لعيبه باثمان قليله، لان دي امكانياته. بدا الموسم 5 هزايم، تعادل وفوز في المركز قبل الاخير، خسر ماتش من بريمن 6-0، لكن كان بيحاول يشتغل بكل اللي يقدر عليه مع اللعيبه. في الاسبوع ال 13 يعمل ماتش كويس جدا جدا بذكريات ماتشه مع سان جالين. الفريق كان خسران 3-0، قدر يكسب فرانكفورت 4-3، ودي كانت زي ان هو عايز يقول للناس انا باي امكانيات اعرف اشتغل، بس لازم تساعدوني. نهى الدور الاولاني في المركز ال 14 وبعيد عن المراكز الهبوط بثلاث نقط، راح للاداره قال لهم اتصرفوا انا عايز لعيبه. كولر مميزاته ان عينه كويسه، نقى 3 لعيبه، حارس مرمى اسمه يوروسلاف دروبني جابه من الدوري الانجليزي، مدافع جزائري بيلعب في نيس اسمه عنتر يحيى، ومهاجم كاميروني اسمه ايباليه. زود بيه التشكيله اللي كان شغال بيها، كان جايب مهاجم يوناني اسمه ثيوفانيس جيكاس، كان جايبه من اليونان محدش عارفه خالص، مع 2 لعيبه في النص، توماس تزيبل البولندي وماسيموفيتش الصربي، وهيبدا يعمل تاريخ مع نادي بوخم. الدور الثاني الاداء بيرتفع من ماتش لماتش، اخر 9 ماتشات 6 فوز منهم 4 فوز بره ملعبه،
ودي اول مره تحصل في تاريخ نادي بوخم كله. الفوز على بروسيا دورتموند وشالكا اللي هم الناديين الاكبر في المدينه، نهايه الدوري بوخم في المركز الثامن كثالث احسن ترتيب في تاريخ النادي كله. بوخم ما عملهاش قبل كده غير ثلاث مرات بس، منهم مره مع مارسيل كولر. والمفاجاه الكبيره ان اللعيب اللي اشتراه من اليونان تيوفانيس جيكاس هداف الدوري برصيد 25 جول. تخيل معايا ان هو كان اخذ التدعيمات دي من اول الموسم كان عادي ممكن يطلع من اول 2 او 3 في الدوري. من مشواره في ألمانيا بتهيألي كانت نقلة نوعية على مستوى المسيرة بتاعت كولر المدير الفني، لأن بتهيألي نجاحه في ألمانيا شاد يساهم في فكرة أنه في منتخبات تبتدي تطرح اسم مارسيل كولر، منها منتخبه الوطني طبعا منتخب سويسرا اللي عرض أو قدم عرض لمارسيل كولر عشان يتولى مسؤولية المنتخب. بس أنا عندي هنا بس تفصيلة صغيرة، هو على فكرة سويسرا ما استعنتش بيه في الأول. هو اللي حصل أنه هو بعد ما خلص مع بوخم 4 سنين وشوية هو اللي راح قال لهم انا خلاص انا حاسس ان اللعيبه يعني محتاج وش تاني، وامانه مني مفيش جديد هنقدمه، امانه مني انا خلاص مش عايز اكمل. قعد سنتين كان بيرفض عروض كتير جدا، قعد بقى زي استراحه محارب كده عمال بيراجع بقى كل اللي فات، كان بيعمل كورسات نفسيه ويذاكر تكتيكات جديده، كان بيروح يحضر ماتشات في الدوري الالماني والايطالي والسويسري ويشوف ايه التطور، وبيدرس علم نفسه وحاجات زي كده عشان يطور من نفسه. رغم ان انت ممكن تفكر انت هتطور في نفسك ايه، يعني انت راجل بتدرب في البوندسليغا. فجاله عرض منتخب بالنمسا ده، انا قريت فصل كامل في الكتاب رئيس الاتحاد النمساوي بيقول عليه ايه، انا زهلت. ده عرض منتخب النمسا جاله قبل منتخب ما كانش فيه سويسرا خالص، ما كانش فيه سويسرا خالص. انا زهلت الراجل بيتكلم عليه ازاي. الراجل بيقول انا ومنتخب، معلش، منتخب النمسا فكر في اسم مارسيل كولر رغم انه في الوقت ده ما كانش بيتولى تدريب ولا منتخب قبل كده، لا منتخب ولا نادي، ولا نادي كبير. يعني ما هو جراس هوبرز برضو ما تعتبروش نادي مصنف في اوروبا. يعني الراجل عمل معايا مقابله في المطار، مطار فيينا، الراجل جه بيقول لك برزنتيشن عالميه مغطي كل حاجه. كان في 18 اسم محطوطين، هفاجئك مثلا ان كان فيهم اسم من ال 18 مرشحين هانز لاجرباك مدرب السويد ونيجيريا، درب في 2 كاس عالم. فطبيعي يعني انا اختار الناس الخبره، عندها يعني خبره. رئيس الاتحاد بيقول لك انا قعدت معاه كل المدربين اللي كنت بجيبهم اقعد معاهم انترفيو، الناس يقعد يكلمني عن ماضيه. كولر الوحيد اللي ما كلمنيش عن ماضيه، كلمني على اللي جاي. جهز له خطه لحد، وبعدين مذاكر سويسرا النمسا عامله ازاي من جوه، في مشروع كانت عاملاه النمسا اصلا. المشروع ده ان هم يحاولوا يصعدوا يورو 2016، جاي له فرد ورقه مذاكر اللعيبه كلها. النمسا اللي نعرفه منها رابيد فيينا، تيرول اعتقد كمان رابيد فيينا وشتونغراتس وتيرول اعتقد، وتيرول اللي لعبها عبد الستار صبري. فالراجل جاله ذهول، كان يعني من 18 اسم دخل التصفيه في 3 اسماء. الاثنين التانيين 2 نمساويين، ومنهم واحد كان نجم كبير جدا في منتخب النمسا، المنتخب التاريخي بتاعهم ده في 78 اللي انا كنت بتكلم عليها في الفيديو. فرئيس الاتحاد كان مبسوط بيه جدا، مدير الرياضي بيقول ده راجل منظم وجاي وقال لنا كل حاجه وجاي قال لنا عيوبكم ايه. اللعيبه ما بتركزش اخر ربع ساعه، ما فيش انضباط، اللعيبه ما عندهاش الروح الوطنيه اصلا رغم ان هو مش نمساوي يعني. فانا فوجئت ان هم بيتكلموا عليه ازاي كده يعني. طيب انا عايز اقف مع النمسا دي، لانه لما انت تيجي تقول لي كده، انا طبعا مش تابع كوره في النمسا بصراحه، ومنتخب النمسا باستثناء قلبه ما اعرفش منه، هو ديفيد قلبه هو ما اعرفش منه حد يعني. لكن في النهايه لما تيجي تقول لي ان منتخب مدير فني جه مسك منتخب جابه من 77 خلاني نمره 10، لازم اقف مع التجربه واقول ازاي عمل ده. بس قبل ده عايز افهم بس سريعا ايه قصه العرض بتاع منتخب سويسرا. هو مضى عقده في اخر 2011 مع منتخب النمسا، قعد معاهم سنتين ونص، عمل تصفيات مقبوله جدا بتاع كاس عالم، تمام، خسرها في تفاصيل بسيطه جدا مع السويد، تمام. فجاله بعد كده عرض من منتخب سويسرا انه يمسك المنتخب بعد كاس العالم 2014. طيب خلينا نشوف عرض منتخب ماشي. سويسرا أوكي. وارجع اشوف ماشي. ازاي عمل طيب. يعني مشوار بقى النمسا ده، هو خد أوكي. المسؤوليه طيب. ازاي عمل الشيفت دي، خدهم من 77 ل 10، دي مش نقله، انا دي طفره من طبعا في كره في بلد تعتبر مش من الدول القويه على مستوى كره القدم، لا على مستوى الانديه ولا منتخبات. بس تعالوا نشوف قصه عرض سويسرا دي ونرجع نتكلم على مرحله النمسا. بعد
بعد نهايه التصفيات والاداء العالي اللي هو كان عامله جدا يجي له عرض من بلده من منتخب سويسرا. رئيس الاتحاد السويسري كان نائب رئيس نادي سان جالن لما هو كان بيدربهم زمان. ويا سلام لما تبقى خليفه اوتمار هيتسفيلد في منتخب سويسرا. منتخب سويسرا بعد كاس العالم 2014 عايز مارسيل كولر. كولر كان في حيره شديده جدا ودخل في صراع نفسي وبيقول ان انا كانت العاطفه غالبه عليا. بدا يطلع كلام في الصحافه النمساويه ان هو خاين، لكن هو قعد مع رئيس الاتحاد هناك في سويسرا وقال له انا اتعلمت الفضائل السويسريه، انا عامل زي الساعة السويسري، العقارب بتاعتي ما ينفعش تطلع براها، انا راجل منضبط، انا عندي شغل في النمسا ما كملتوش، انا حبيتهم هناك وحبيت العيشه والناس هناك بتحبني وانا حاسس ان انا عندي حاجه لسه ما كملتهاش واشتغلت سنتين ونص ومحتاج اشتغل اكتر. حمله على فيسبوك في الصفحه بتاعته في يوم واحد جاله 50,000 لايك في لعيب في المنتخب اسمه ايفان سانشيز قلب البنت العريض كده، لو مشي كلنا هنندم، يوجد مارسيل كولر الواحد فقط. وفي النهايه في اكتوبر 2013 يتم تجديد عقد مارسيل كولر. نداء الانضباط والالتزام غلب على نداء العاطفه ونداء بلده، يجدد عقده مع النمسا لحد يورو 2016 عشان هو ده حلمه. ايه قصه جيل 78 يا شادي؟ هو لما جه مسك منتخب سويسرا منتخب النمسا، منتخب النمسا كان عنده جيل تاريخي سنه 78 كسب المانيا 3-2 في كاس العالم 78 في الارجنتين في بلد اسمها كوردوبا. فهم حتى بيسموا المنتخب ده ذا ميركل اوف كوردوبا، معجزه كوردوبا. فالفريق ده فيه اربع لعيبه مدربين وفي غيرهم كتير مدربين، فانتوا جايبين لنا واحد سويسري، طب ما احنا اولاد البلد بقى اولى. فطبعا عملوا عليه حفله جامده جدا في الصحافه، وكان في استوديو كده متجمعين فيه كلهم على ترابيزه واحده ماسكين كولر ده مقطعين منهم بقى واحد اللي هو اسمه كورتيارا، ده كان زميله في الملعب اربع سنين ودربه سنه في جراس هوبرز. فحتى لما الناس كانت بتساله ده كورتيارا بيقطع فيك، ما بيردش، يعني هو كولر ما بيردش، بيرد بالشغل. فكانت حرب جامده جدا، وبعد كده الناس دي كلها رجعت اعتذرت له طبعًا. كلهم طبعًا. لان هو عمل تصفيات كويسه قوي في كاس العالم، طلع الثالث بس قدام السويد والمانيا، ده طبيعي. دخل بعد كده بقى جددوا له عقده، مطالبات بقى بتجديد العقد وكده، دخل على تصفيات يورو 2016. هي دي بقى اللي عمل فيها الطفره الرهيبه بقى قبل اليورو. هقف مع اليورو. هو اشتغل، يعني هو بيشتغل جماعي وفردي بس أوكي. انا اكتر حاجه بتعجبني في الراجل ده التعامل اللي هو الشخصي مع الناس. تمام. هو كان عنده مثلا نجم الفريق اسمه ماركو ارناتوفيتش، ده لعيب مشاغب، كان عنده مشاكل وناديه وقفه وحاجه زي كده، كان بيقول له انا ماليش دعوه الناس بتقول عليك ايه، انت معايا هتتمرن كويس، هتسمع كلامي، هتشتغل، هتشغل تحليل فيديو معايا واقول لك تحركاتك ايه، لان هو ما كانش مقبول جماهيريا هناك، بيضيع فرص كتير. فطفره عملها كبيره جدا مع ارناتوفيتش. كان في مهاجم اسمه مارك يانكو نديم عقبه وما بيلعبوش، كان بيقول له نفس الكلام وكان بيساعد اللعيبه هناك كمان حتى انها تحسن الكارير بتاعها. يعني لما يلعبوا مع المنتخب ويتحسنوا كانوا بيروحوا ينتقلوا لانديه ثانيه. فاشتغل بصراحه. يعني في برضه ملاحظه انا ما قلتهاش في الفيديو، دي مهمه بالنسبه لي قوي. اول ماتش كان في اخر 2011، اول ماتش مع النمسا، بعدها بخمس سنين ماتش الصعود ضد السويد في ستوكهولم، كان مستخدم 8 لعيبه من اصل 11 اللي بدا بيهم اول ماتش لحد ماتش، يعني خمس سنين متتاليه في سكواد اساسي بيلعب معاه. ده معناه ايه؟ ما هي تفسيرها ايه؟ تفسيرها ان انا مدرب من الاول نظرتي كويسه اصلا. انا 8 لعيبه مكملين معايا الرحله. يبقى اذا انا مش بتاع، يعني مش بعمل اي حاجه يعني. فلا طبعا طفره كبيره جدا. قصه اعلان كولر في النمسا، هو يعني رغم ان هو سويسري الناس حبيته جدا هناك، كمان ينزل في الشارع ياخد سيلفي مع الناس زي هيكتور كوبر كده لما جه عندنا في مصر بالزبط. عمل الحاله دي بس مثلا يعني حاجه من الحاجات، في تشابتر كامل في الكتاب، راجل مدير اوركسترا فيينا لمده 26 سنه بعت له جواب بيطلب منه ان انت جدد عقدك معانا، احنا بنحبك، وربطة البدله وربطة الكرافطه، وانت بتعزز الفضائل النمساويه عندنا السويسريه عندنا في النمسا. رئيس الجمهوريه طلب منه طلب مباشر انه يجدد عقده. فيعني هو عمل حاجه هناك يعني. جدا جدا. عمل بقى حمله اعلانيه هناك بيتكلم باللهجه النمساوي طبعا. هم بيتكلموا الماني. نشوفها بدل ما نقعد نشرحها للناس، نشوفها بسرعه ونرجع على طول. كولر قبل المراحل النهائيه في التصفيات بقى نجم الشباك. شركه كبيره عملت معاه حمله اعلانيه جسد فيها شخصيه ميكانيكي وشخصيه عازف وبيقدر يقول كلام باللغه النمساويه رغم انه صعب. شعار الحمله النمسا بيها 8 مليون مدرب، اثبت انك الصفقه الافضل. هو زي ما اتحب في النمسا اعتقد متفقين ان هو كمان اتحب في مصر. جمهور الاهلي، انا كنت لسه بقول في حلقه من الحلقات، في مدربين كتير جدا ما يتنسوش واساطير واسماء هتظل خالده في الذاكره لسنين طويله جدا، لكن ما تقدرش تقول ان في حد فيهم اتحب بسرعه كده. تهيألي كولر من سنه اولى اهلي اعتقد سكن طبعا في قلوب الاهلاويه. طيب اروح بعد كده بقى للصعود ليورو 2016. دي اقرب حاجه، هو يعني ده احسن انجاز لي. انا هقول لك على حاجه، النمسا عمرها ما صعدت يورو
بتصفيات عمرها مره واحده صعدوا لان هم المنظمين بلد المستضيفه البطوله. فان انت تلعب 10 ماتشات تكسب 9 وتتعادل 1 في تصفيات اليورو والتعادل مع السويد وكان متضايق كمان انه تعادل الماتش ده وفي ماتش من الماتشات في الاخر كانوا خسرانين 2-1 وكسبوا في اخر ربع ساعه 3-2 طلع بعد الماتش عنف اللعيبه جامد قوي في اوضه اللبس انتوا رجعتوا زي ما انا قبل ما امسككوا انتوا لازم في انضباط لحد اخر ثانيه. طبعا ماتش بالنسبه لي ده ماتش ملحمي ليه هو انك ماتش الصعود تكسب السويد في ستوكهولم 4-1 ستوكهولم عاصمه السويد في ملعبهم يعني في ملعبهم والفرقه فيها زلاتان ابراهيموفيتش وفرقه خبره يعني طبعا لا طبعا ماتش كبير جدا. انا اتفرجت على الماتش فرقه واقفه كويس قوي ده مش موضوع صدفه يعني فرقه اتطورت في 4 سنين معاه او 5 سنين بشكل مخيف يعني تطور فردي وجماعي هنا تقدر تقول عليها انه قمه النضج وقمه النجاح في مشوار كولر التدريبي قبل وصوله للقاهرة بالظبط صح وأنا يعني ممكن تقول دي اهم مرحله او اهم بصمه حققها كولر مع منتخب النمسا في مشواره التدريبي. هو في كتابه اي حاجه قال انا لما جه يختار النمسا قال انا رفضت عروض كتير قوي قبلها انا خلاص فكره ان تاني امسك نادي ما عندوش امكانيات صعب ايوه فهتديني امكانيات هشتغل فهو لقى نفسه في النمسا طبعا. قصه اليورو والنمسا ومارسيل كولر في الفيديو اللي جاي ونرجع نتكلم على الكاركتر بقى خلاصه التجربه خلاصه الشخصية طريقة التفكير طريقة التعامل ثقافة التعامل مع لاعبين وبالذات لو من ثقافات مختلفة عن الثقافة الأوروبية زي ما حصل في تجربته في القاهرة. بس تعالوا نشوف قصة اليورو مع مارسيل كولر في 2016 ونرجع لشادي مرة تانية. قبل ماتش السويد اتعزم في استوديو فيه فنان هو اللي بيدير الحوار وحكى عن معاناته في البداية من مدرب بلا اسم زي ما توصف من كورتيارا لأهم سويسري في النمسا. ماتش السويد ماتش تاريخي هيتلعب في ستوكهولم والماتش ده هو ماتش الصعود بعد 4 سنين اللعيبة كانت فهمت فلسفة كولر تماما وتجهزهم النفسي والماتش ده هيفضل يوم تاريخي في تاريخ منتخب النمسا كله. الفوز 4-1 على السويد في ملعبها وجول بانينكا من ضربة جزاء من ألابا اللي بيلعب في وسط الملعب فرحة تاريخية. بعد الماتش كولر لابس تيشيرت مكتوب عليها فرنسا نحن قادمون اللعيبه شايلاه وبترميه فوق فرحه هستيريه. ارناتوفيتش نجم الفرقه بياخد حته من نجيله الملعب يحتفظ بيها للتاريخ زي ما روبرت سارا نجم النمسا في 66 في كاس العالم في ويمبلي اخد حته برده من الملعب. كولر عمل اللي فشل فيه 12 مدرب نمساوي وصعد ليورو 2016 ودي اول يورو في تاريخ النمسا تصعد فيها بتصفيات لان في يورو 2008 صعدوا لان هم الدوله المنظمه. ديفيد الابا بيوصف كولر ان هو زي يوب هانكس وجوارديولا اللي بيدربوه في بايرن لما ركب الطياره كان بيمشي يوزع شوكولاته على الناس بابتسامته الهاديه الجميله. في المؤتمر الصحفي طلع بخفه الدم بتاعته لابس برونيتا فرنساوي وعيش باجيت فرنساوي في رساله واضحه بخفه دمه ان احنا رايحين نلعب في يورو 2016 لاول مره في صعود مباشر في تاريخ النمسا. اكبر هزيمه للسويد على ملعبها من سنه 58 في كاس العالم لما خسروا قدام البرازيل 5-2. كولر عمال يكسر ارقام وعمال يهزم مدربين. روبرت بروهاسكا نجم النمسا طلع قال انا اخطات في حق كولر عمري ما كنت اقدر العب 4 لعيبه ما مش بيلعبوا في انديتهم وينزلوا ويأدوا الاداء ده. في اخر ماتش في التصفيات في الملعب احتفالات رهيبه وطلعوا على ستيج كبيره وكولر احتفل من اول طباخ الفرقه لحد اخر لعيب. 10 ماتشات في التصفيات 9 فوز وتعادل وعايز اوريك العقليه اللي خلقها. مارتن المر حارس المرمى بتاع النمسا قعد 603 دقيقه ما يدخلش فيه ولا جون كلين شيت ولما دخل فيه الجون في اخر دقيقه من زلاتان ابراهيموفيتش كان زعلان جدا وده يوريك العقليه كانت وصلت فين. ده جزء بسيط من مشوار كولر المليء بالنجاحات والحقيقة أكد عليها في تجربته مع الأهلي في أول موسم ليه. خلينا ناخد من شادي بعد ما عمل الحقيقة بحث استقصائي مفصل حقيقة عن مشوار كولر من بدايته في ملاعب الكرة كلاعب ثم كمدير فني. الكاركتر ده لما أجي أقول لك عرف لي مارسيل كولر شخصيته وطريقه تفكيره وطريقه تعامله مع اللاعبين ايه هي اهم السمات اللي بتميزه؟ والله يعني انا حتى في الفيديو قلت كده هادي جدا طبعا منظم منضبط عنده مواقف انسانيه كويسه قوي قوي مع اللعيبه قوي زي ان بودولسكي ابنه اللي اكتشفه ده راح له في الماتش المية بتاعه يحضره في مع المنتخب بيتعامل مع اللعيبه يعني في علاقه شخصيه غير الكوره بيشتغل بعدل وانا شايف ان دي حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه لي اتجسدت في مصطفى شوبير. فكره ان نهائي افريقيا اللعيب عمره ما لعب ماتش افريقي واحد خد فرصه طالما انت جاهز وطالما التاني مش جاهز خلاص. انا كنت في الملعب انا حسيت ان احنا نكسب البطوله دي بسبب القرار ده لان دي رساله للكل كلكم زي بعض طالما بتنفذ اللي انا بقوله.
فالراجل ده بصراحة أنا شايفه مكسب للأهلي، ما كنتش متخيل وأنا بعمل البحث ده إن أنا هوصل يعني لشخص كده. وطبعا يعني الفيديو اللي أنا عملته عليه ده يعني أنا أصلا سعيد إن هو عرفه وشاف أجزاء منه. طبعا أتمنى إن هو يمضي لي على الكتاب، نفسي أقابله يعني. أنا بس نفسي أقول حاجة أخيرة طبعا يعني أنا مش بعدل على شغل حد ولا حاجة، بس يعني طبعا لو حد من الإدارة سمع الفيديو أو إدارة التعاقدات، أتمنى إن الإدارة توفر له إلى حد ما اللي هو طالبه على قد الإمكانيات أو الـ طب خلينا أنا أطمنك إنها هتوفر له إن شاء الله، وتوفر له طيب. ووفرت له جزء من الإمكانيات اللي طالبها. حاجة تانية وتالتة أخيرة هقولها. تاني حاجة، أنا شايف إن في كريدت كبير للإدارة إن هم وفروا له مناخ هادي. آخر حاجة بقى، نفسي الراجل ده السايكل بتاعته طبعا معانا 4 أو 5 سنين ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله مقدمه تدعو للتفاؤل فيما هو قادم، وخصوصا دايما انا بقول انه التجربه الاولى او الحكم الاول على اي مدير فني دايما بيجي من السيزون الثاني، لانه لا يملك كل الادوات، ويمكن يبقى الموسم الاول موسم استكشافي اكتر منه، هو بقى موسم معجزي على التطبيق. صحيح نتمنى له مزيد من النجاح، ويكون بدايه الانطلاقه مع الاهلي العلامه الكامله. بشكرك شادي، شكرا جزيلا على وجودك معايا، وشكرا جزيلا على المجهود الرائع اللي انت قدمته لنا في المحتوى الصادر على مارسيل كولر، كواحد من المدربين اللي اعتقد هيسيبوا بصمه كبيره جدا مش بس في الاهلي لكن على الكره المصريه. شرفتنا ونورتنا، وشكرا لكم. شكرا على المتابعه، بكره حلقه جديده والسادسه استنونا، والاسبوع ده عنوانه اهلي وزمالك الخميس القادم. تحياتي لكم.